السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا مصعب علي عبد الكريم من مؤسسة الباحثين السودانيين، أحييكم وأرحب بكم في سلسلة سيمينارات مؤسسة الباحثين السودانيين. سعيدين جدا إنه الليلة نستضيف دكتور أشرف صديق من جامعة هارفارد في الولايات المتحدة الأمريكية. دكتور أشرف حيتكلم عن موضوع مهم شغل الأوساط العلمية والطبية في الآونة الأخيرة، وهو موضوع شفاء مصاب بفيروس نقص المناعة المكتسب المسبب لمرض الإيدز. هو دي تاني حالة، هو معروف بمريض لندن. برضو دكتور أشرف حيتكلم بصورة عامة عن الطرق الحديثة لعلاج مرض الإيدز أو الفيروس المسبب لمرض الإيدز، بالإضافة لأنه حيتطرق برضو للقصة بتاعت مريض برلين المشهور، يعني دي الحالة الأولى التي شفيت من المرض. أنا معي هنا برضو دكتورة مها ضحوي من كلية الطب جامعة الخرطوم، هي الآن في جامعة السوربون في فرنسا، وبرضو معي دكتورة إناس أحمد السيد من كلية الصيدلة جامعة الجزيرة. حتلتحق بينا أيضا يعني مؤخرا دكتورة فاطمة كنا من جامعة نوتنغهام، وهي مختصة في مجال الخلايا الجذعية. داير قبل أقدم دكتور أشرف أذكر الحضور بأنه ممكن يسألوا أسئلة أو يعني يعملوا كومنتس في صفحة الويبينار في الفيسبوك أو هنا في اليوتيوب لايف ستريمينج. برضه داير أشكر كل من ساهم في التنسيق للويبينار ده، لأنه القصة بتاعته بدت في إنه واحد نزل بوست في الجروب بتاع الفيسبوك، وبعدك دكتور أشرف يعني كتر خيره يعني اتطوع بإنه يقدم الفيسبوك لايف ده والويبينار ده، وهي وي آر زي ما بقوله يعني. فأتمنى إنه أي زول يعني من أعضاء المجموعة ومن الخبراء تحديدا في المجموعة عنده رغبة إنه يقدم ويبينار أو يعلق على أي اكتشاف علمي حديث، يعني ما يتردد في إنه يتواصل معنا على أساس إنه ننظم الويبينار يعني في المستقبل، يعني خصوصا إنه دارين نركز على في الفترة الجاية يعني على الكفاءات الوطنية بتاعتنا، يعني نسلط الضوء عليهم عشان نوري إنه البلد مهيئة لإنها تدار بكفاءات وطنية، يعني السودان بكرة قادرين على إنه يديروا السودان الغد يعني. وبرضه يعني بالإضافة لذلك أنا متأكد إنه حيكون الحضور أكبر من السيمينارات اللي إحنا بنستضيف فيها ناس من خارج البلد يعني. مفروض أنا بعد ده أقوم أقدم دكتور أشرف. دكتور أشرف تخرج من كلية العلوم جامعة النيلين، بعد ذاك عمل الماجستير في أكاديمية السودان للعلوم في المناعة، بعد ذاك سافر اليابان عشان يعمل الدكتوراه بتاعته في جامعة كيوتو في اليابان تحت إشراف بروفيسور حائز على جائزة نوبل في الطب، وبعد ذاك التحق براغون انستيتيوت اللي هو تابع ل جامعة هارفارد في الولايات المتحدة الأمريكية لدراسات ما بعد الدكتوراه. دكتور أشرف شكرا لك كثير على انضمامك لنا الليلة، وأنا حديك الفرصة لأنك تبدأ السيمينار بتاعك. أوكي. طيب في البداية أول حاجة أنا عايز أشكر، أنا ما أعرف هو بيت ولا ولد سأل السؤال ده، لأداني الفرصة إن أنا أقدر أقدم الحاجة دي وأوضح للي قال يعني الكونسبت أو المفهوم بتاع العلاج اللي حصل لمريض لندن اللي هو ما جديد لأنه كان في مريض قبله شوفي. فأرضو داير أشكر مصعب للكند التنسيق وللحضور، وأتمنى إنه أنا هقدم سيمينار بحاول إنه بقدر الإمكان يكون بسيط في معلوماته، بحيث إنه يكون يتملك بس البيزك في الموضوع لأنه ما بخش في تفاصيل كثيرة، فبحيث إنه الناس تستفيد أكتر وتقدر تشيل أكبر قدر من المعلومات. فأنا حيكون كلامي كله في البداية عن موضوع بتاع بيشن بتاع برلين لأنه هو الأساس في العلاج، وهو نفس الأبروشة والطريقة اللي اتبعها في علاج مريض لندن وغير مريض لندن بالمناسبة. في مريض تاني
من ألمانيا برضو أنا حاسكره هو من وين. هو في نفس المؤتمر اللي هو في الشهر ده شهر 3 تم عرضه في سياتل هنا. فهم ما مريض لندن بس, في مريض آخر من ألمانيا, لكن طبعا ما تم نشره في بيبر زي مريض لندن, نشر في نيتشر. فداك لسه تحت مرحلة المتابعة حاليا, هو في 5 شهور, فأنا حاذكره بعدين. ففي البداية حابي أجيب بس معلومات بسيطة عن المرض, لأنه نحن لازم نعرف المرض هو شنو, وزي ما بقولوا انتشاره بدل شنو في العالم, وهو هل فعلا هو مشكلة كبيرة ولا لا. فطبعا أي زول عارف أنه الإيدز مشكلة كبيرة. فدي آخر إحصائيات إذا عملت للإيدز 2017, ومفروض تنزل حاجة 2018, لكن لسه ما زال بتنزل في 2019. الHIV هو فيروس بيصيب الجهاز المناعي وبيسبب مرض الإيدز. يعني ما كل الناس اللي عندهم HIV هم عندهم إيدز, عشان كده احنا ما مصطلحا بنقول ده عنده HIV معناته عنده إيدز, لكن هو ما صح. اي حد عنده HIV ما معناته هو عنده إيدز, لكن اي زول عنده إيدز اكيد عنده HIV. طيب, انه المرض ده مشكله كبيره في العالم, قد شنو مشكله كبيره؟ طيب, احصائيات 2017 اللي هي طالعه من اليو ان ايدز, اللي هي بمنطبيه انها تعمل استيميشن للانفكشن في العالم, وهي اللي بتعمل الريبورت له, انه حوالي 36 مليون و900 الف شخص في العالم عايشين بالاتش اي في او عندهم ايدز. جزء منهم عندهم ايدز وجزء كبير عندهم اتش اي في, يعني عدد كبير 37 مليون تقريبا. منهم 1,800,000 أطفال في عمر أقل من 15 سنة, ديل بيكونوا يا إما أصيبوا عن طريق غالبا من طريق الأبوين أو أحد الأبوين مصاب. طيب, 1,800,000 شخص في 2017 دي نيو كيسز, يعني إصابات جديدة, بمقدار انه يوميا 5,000 كيس, يعني عدد كبير مهول, 5,000 في اليوم يعني من الاصابات. المصيبه الاكبر انه النصيب الاكبر كان لافريقيا, يعني تقريبا 70% من المصابين بالاتش اي في هم في افريقيا. فالمرض بيمثل حاجز ومشكله كبيره جدا للدول الافريقيه. العدد اللي بيموت, العدد المات او اللي هم ضايف في 2017 من المرض ده, او من احنا بنقول من المرض لكن نتيجه لانه الناس دي مصابين بالمرض, لانه ريليتد ديزيز يمكن تحصل اذا الاميون سيستم بتاعك بقى ويك, حوالي 940,000, يعني ما يقارب المليون شخص في 2017 فقط يعني فقدوا حياتهم نتيجه لامراض يعني اصيبوا بها نتيجه لان هم عندهم ضعف مناعه. طيب, مسبباته كثيرة طبعا, لكن المسبب الأساسي طبعا هو بينتقل عن طريق الدم, لكن هو السوائل بتاعت الجسم. لكن المسبب الأساسي والناس اللي بيتكلموا انه هو الميجوريتي هو بيكون عن طريق السكشوال او الاتصال الجنسي. دي معلومات طالعة من الـ Center of Disease Control and Prevention من United States. دي بس هي دي حاجة كده في الناس الافريكان, او نحن نقول نتيجه هم طبعا بيقسموها بالريسس, فانا اخذتها ده كمثال, لكن هم كل الامثله زي بعض. ده اللي 2017 فقط الترانسميشن بالنسبه للناس في يو اس. لو عيننا للمن وللويمن نلقى الميجوريتي هو عباره عن السكشوال, لايك في المن 80% من الاصيبوا بالايدز في 2017 كان طريق السكشوال, بالذات للمن في الهوموسيكشوال اللي هم ميل تو ميل. في الويمن هيتروسيكشوال 91%, يعني الاتصال الجنسي او السيكشوال ترانسميشن هو الموست امبورتنت, او هو المسبب الاساسي للاتش اي في انتشاره. بعد ذلك بتجي يعني 1% يمكن تكون هي نتيجه نقل دم خطا, او يعني طبعا الحاجة دي بقت هي أصلا يعني ما متوقع إنها تحصل بعد التطور الحاصل, إنه بقت الناس بيعملوا تشيك للبلد بانك والحياة دي, في تشيك كتير بتعمل, فهي related. لكن في drugs injection والحياة دي بتدي البقية. فبنلقى 91% مثلا في الويمن
للدروج يوز او الانجكشن لانه في امريكا هنا موجوده دروج كتير ف 8% 1% ما معروف يمكن تكون اذر اسباب ثانيه يعني لكن الماجوريتي هي السكشوال. طيب زي ما قلت قبل انه المصابين بالاتش اي في ما كلهم عندهم ايدز لان الايدز هو بروجريس للمرض تطور المرض في عدم العلاج يصل مرحلة إنه إيدز. طيب تطور المرض هنا شنو هو البروجريشن بتاع الـ HIV هو شنو اللي عشان يصل إيدز؟ طيب نحن هنا عندنا مثال بنشوف هنا قبل الإنفكشن الخلايا شايفينها في التيوب دي هي خلايا بسموها T cell. T cell هي خلايا مناعية منتبه الدفاع عن الجسم وهي بذات T cell سمى CD4 exactly CD4. CD4 دي هي يعني اللي يقولوا لاعب بوكر في الخلايا المناعية بأن هي تعمل سبورت لتدعم الخلايا بسموها CD8 هي بتعمل الكيلينج أو بتقتل الفيروسيس والكانسر سيل تعمل سبورت في نفس اللحظة لخلايا تانية اسمها البي سيل. البي سيل هي اللي بتنتج أنتيبوديز يعني أنت لو ما عندك فانكشنال CD4 شغالة أو CD4 سيل شغالة كويس ما حيكون عندك أي إميونيتي لا عندك أنتيبودي ريسبونس طالع ولا عندك خلايا اللي هي كيلينج عن طريق السيلولر او الخلايا الكيلينج عن طريق الخلايا المناعيه زي السي دي 8. فلما يحصل انفكشن في البدايه بسموه الاكيوت اتش اي في اكيوت انفكشن. الاكيوت ده هو بيحصل اتي وبكون خلال 4 اسابيع خلال من الاسبوع الاول بيستمر لحد كذا مانس هم في الغالب بيقولوا 4 اسابيع لكن هي يمكن تصل مانسس يعني. فبيحصل فيها انه الفيروس هنا اللود بيكون عالي يعني انت لو عمل لو البيشن مشى ولقى انه انفكشن خلال الفتره دي فالفيروس بيكون سهل انه الانجكشن والكوبيس بتكون عاليه بتاعت الفيروس. والتي سيل حصل لها ريدكشن لو لاحظنا الخلايا في التيوب الاولى الخلايا كثيره فهنا قلت فهنا عندك زي 5 خلايا فقط لو قارنا بس يعني حاجه بروبورشنال يعني حاجه كده تقديريه فبنلقى انه الفيروس قضى على بعض الخلايا اللي كانت موجوده هنا دخل فيها ويتكاثر فيها ولما يتكاثر في الخلية بعد ذلك بيحصل ليها شنو تموت تنفجر بيطلع فيروس فبالتالي تفقد خلايا CD4 بيحصل ليها ديبليشن أو تآكل أو بتقل. الفيروس بعديها بيخش في حاجة اسمها الليتنسي أو الليتنت اللي هو السكون بيدخل في خلايا بيسموها الليتنسي في اللي هي CD4 positive cell اللي هي CD التي سيل اللي هي فيها CD4. المشكلة إنه حتى في خلايا تاني حاليا زي الماكروفاج مثلا ريسنتلي لقوا إنها هي برضو بتعمل إكسبريشن للCD4 لكن بأقل ليفل من الCD4 تي سيل. عشان كده الماكروفاج نفسها هي ممكن تكون زي مخزن للHIV نفسه يكون ساكن فيها. فالفيروس يعني بيخش في حالة سكون في الكرونيك HIV إنفكشن اللي هي بتكون بعد سنين من الإنفكشن. فالفيروس بيقل في الفترة الأولى وبيدخل الخلايا وبيكون ساكن في الخلايا ما في أي ريبليكيشن ما في فيروس جديد بيطلع. فالفترة دي فترة بتاع الفيروس بيكون دخل كمية من الخلايا وبيقى عامل كوبيز وزي ما يقولوا إنه بيجينا عندنا مخزن للفيروس موجود جوا. إذا إن المريض ده ما أخذ علاج اللي هو العلاج الحاليا المستخدم للHIV هو يسموه RT او الانتيريتروفايرال ثيرابي. الانتيريتروفايرال ثيرابي لانه الفيروس اصلا هو من نوع بيسموه ريتروفايروسز اللي هو ار ان اي فايروسز هنيجي بعدين هنشوف اللايف سايكل بتاعته كيف. فهنا الفيروس بعد فتره من السنين اذا انت ما اخذت علاج خلال السنين بيحصل له انشط ثاني بيطلع من الخلايا بانه هو ساكن بيبدا يحصل له ريبليكيشن او انقسم بدينا كمية من الفيروسات مرة تانية في الدم وبيزيد عددها والخلايا بتبدأ تتضاءل تاني يبدأ يقتل في الخلايا يستخدم الخلايا T cell CD4 T cell ويبدأ يقتل فيها وبيشوف هنا قلت لثلاثة خلايا مثلا من هنا 5 بقت 4 هنا 3 وبنمشي هكذا. فإذا برضو ما وصل مرحلة إنه يتعالج هنا بيحصل بروجريشن لإيدز. الإيدز هنا أنت عندك عدد خرافي من الفيروس في جسمك وما عندك إميون ريسبونس لأنه هنا T cell already خلاص انتهت. فبنشوف هنا دي خلية واحدة هنا خدتنا بس بشكل إنها هي حصل لها ريدكشن قدر شنو. طيب لللايف سايكل بتاع الفيروس زي ما قلت هو RNA فيروس بسموه ريترو فيروس
الفيروس لدخوله بيعتمد على ريسبتر عشان يخش الخلية. لأنه أي فيروس بدون خلية هوست يخش فيها ما يقدر يعمل أي حاجة. فهنا مرغمة من 1 لحد 7 بهنا دي بنقول مختصر الستيبس اللي بخش فيها الفيروس وإنه يطلع لي فيروس جديد في الانفكشن. والستيبس دي نفسها هي التارجتد بالاي ار تي سيرابي اللي هو الانتيريتروفيروس سيرابي. طيب اول حاجه الفيروس بيعملها بيعمل بايندينج مع السي دي 4 اللي هي في النص دي باللون البينك ولا حاجه زي كده دي سي دي 4. لو لاحظنا في بلو دي بلو كلر هنا وفي جرين كلر هنا دي الاثنين بيسموهم الكور ريسبتور اللي هم كيموكاين كور ريسبتور. البلو هنا مثلا هو ال CCR5 الجرين هو ال CXCR4 دير الكور ريسبتور اللي هم تلاقوا عنده الفيروس بيستخدمهم بالإضافة للCD4 يعني هو لو لقى CD4 براها ما يقدر يخش في الخلية ومحتاج كور ريسبتور. الكور ريسبتور دائما يكون ال CCR5 أو ال CXCR4 حاجيه بعدين أوضح دي لهم شنو. طيب أول ما حصل بايندينج مع CD4 ومع الكور ريسبتور بيحصل فيوجن اللي هو التحام مع السيل وول بتاع الخليه وبعد ده الفيروس بيعمل ريليز للماتيريال بتاعته اللي هو الار ان اي والانزيمز والبروتينز لداخل الخليه للسيتوبلازم. هنا الفيروس عشان يحصل له ينتج نفسه ويعيد انتاج نفسه لازم يعمل له يحصل له انتجريشن او اندماج في الدي ان اي بتاع الخليه بتاعته عشان هو ما عنده ماشينري او اليات يقدر يعمل بها ريبليكيشن لنفسه فهو بيستخدم الماشينري حقه الخليه نفسها علشان يطلع بروتيناته ويطلع الاكسسوار المحتاج ليه عشان هو يطلع كفيروس جديد ويعيش. فبيقوم بيحصل شنو فبيستخدم انزيم اسمه ريفيرس ترانسكريبتيز اللي هو بيعمل ريفيرس ترانسكريبشن اللي هو بيغير من الار ان اي بيحول الار ان اي للدي ان اي ودي الفكره منها جات الناس اللي بيستخدموا حاليا انه بيعملوا لك حول لك الار ان اي سي دي ان اي عشان يستخدموا مثلا الكيو بي سي ار الريل تايم بي سي ار فانت بتحول بين الانزيم ده في المعمل بتحول اي ار ان اي لسيمر الماسنجر ار ان اي لسي دي ان اي وتستخدمه بعد ذاك في السيكونسينج او تستخدمه في الكلونينج او غيره تنتج اي بروتين انت عايزه. فريفيرس ترانسكريبتيز بيحول الار ان اي لدي ان اي بتاع الفيروس بعد ذاك الدي ان اي بتاع الفيروس بيحصل له انتجريشن اللي هو اندماج اللي هو بالاحمر شايفينه هنا في الدي ان اي بتاع الخليه اللي هي سي دي 4 سيل. اول ما حصل له اندماج بعد ذاك بيستخدم الخليه نفسها اللي هي اليات الريبليكيشن يحصل له ريبليكيشن بيستخدم الخلايا عشان يستنسخ نفسه البوليمريز واي حاجه بيستخدم حاجه الخليه فبينتج نفسه ثاني بينتج منه ار ان ايز وبعد ذاك الار ان اي بيحصل له اسيمبلي ويطلع لنا فيروس جديد ولما يطلع هنا بسموها البادينج فبيطلع لي فيروس جديد. فدي باختصار اللايف سايكل. الاي ار تي ثيرابي هي انهيبيترز بيدوها في 1 تابلتس ممكن تكون كوكتيل في 1 تابلتس. الكوكتيل ده بيحتوي على انهيبيترز للبايندينج اللي هو بتعمل بلوك للسي سي ار 5 انهيبيتر بحيث انه لما يرتبط الانهيبيتر بالسي سي ار 5 بيمنع الفيروس بانه اول ما يرتبط بالسي دي 4 ما يقدر يرتبط بالسي سي ار 5 اللي هي كوكور ريسبتور فبالتالي ما يقدر يدخل الخليه. او اذا دخل الفيروس جوا الكوكتيل نفسه بيحتوي على الانهيبيتر للريفيرس ترانسكريبتين انزيم سو الانزيم ده ما حيقدر يشتغل. او من ضمن برضو الانهيبيتر الموجودين في الكوكتيل بتاع السيرابي بتاع الاي ار تي سيرابي انهيبيتر برضو للانتجريز انزيم. الانتجريز انزيم هو اللي بيخلي الفيروس نفسه يعمل انتجريشن ويلتحم بالدي ان اي بتاعك. وفي في الانهيبيتر نفسه في انهيبيتر للريبليكيشن. في الكوكتيل السيرابي اللي هو الاي ار تي او الانتي ريتروفايروس سيرابي اللي بيستخدموه كي 1 تابلت لكن فيه كوكتيل من كل الانهيبيتر دي يعني فانت لما البيشن ياخد الحبه دي هي حبه واحده يوميا فبيمنع الفيروس من انه يدخل. الفيروس الموجود برا ما دخل وحتى اللي دخل جوا اوريدي كان موجود جوا انه بيعمل لي ستوب في اي واحده من الستيبس دي فبالتالي تمنع الريبليكيشن بتاع الفيروس. عشان كذا الانتي ريتروفايروس سيرابي او الاي ار تي سيرابي
بيقلل لك الفيروس لود لانه ممكن يكون undetectable حتى. عشان كده بقول لك انه ممكن حتى اللي عندهم HIV ينجبوا اطفال اصحاء اذا واصلوا في استخدام الـ ART بانتظام ويوميا. ولو ما حصلت الحاجة دي انت لو الفيروس مثلا لو البيشن ما اخذ الانتيفيروس الـ ART يوميا بدأ يفضفض دي بتدي الفيروس فرصة انه يحصل له ريبليكيشن. والمصيبة الاكبر مش فرصة انه يحصل له ريبليكيشن ويطلع ويعمل لود اجين, المشكلة انه بتدي الفيروس لما يحصل له ريبليكيشن فرصة انه يعمل ايفولوشن او يحصل لنفسه ديفلوبمنت او يطور نفسه بنقبة مقاوم للار تي سيرابي. عشان كده تتوقع انه يمكن يحصل ريزيستنت, تنتج سترين ريزيستنت للار تي, ودي تبقى مشكلة كبيرة. عشان كده الاطباء دايما ما بينصحوا انه يحصل انقطاع في استخدام العلاج ده, فلازم يكون متواصل وما في اي انقطاع عشان ما تدي الفيروس فرصه انه يتطور, لانه بيتطور بسرعه كبيره ممكن يبقى مغايم للعلاج ده, وهو ده العلاج الوحيد الحالي موجود لانه يقلل لك الفيرال لود وانك تعيش فتره من السنين طويله بتعيش هيلثي ونورمال بدون اي حاجه. طيب زي ما قلت انه الفيروس عشان يخش محتاج السي دي 4 ومحتاج الكور ريسبتر, فالكور ريسبتر دي اما يكون CCR5 اللي هو بالبلو هنا زي ما شايفين في الحاله دي, وده بيسموه ال CCR5 تروبيك فيروس, محتاج CCR5 كور ريسبتر. دي يسموها دي كل الاليه دي بيسموها الفيروس تروبيزم. تروبيزم للفيروس هو انه الفيروس انه بيخش بيها الكور ريسبتر, محتاج الكور ريسبتر مع السي دي 4 عشان يخش. فده تيست بيدعمل لأي شخص قبل ما ياخد علاج إنه يعرف نوع الفيروس وأي ريسبتر هو بيستخدم الفيروس. وفي العموم الفيروس بتاع الـ HIV أول ما يدخل أول دخول له في الغالب بيستخدم الـ CCR5, ولما يدخل يدخل الجسم ممكن بعد ذاك يعمل سويتش للـ CX الـ CXCR4 ريسبتر. فبالتالي يمكن يكون عندك فيروس بيخش في البداية بالـ CCR5 لكن في النهاية تلقى تطور لك فيروس جوا بقى يخش عن تخش الخلايا برضو عن طريق كور ريسبتر تاني CXCR4 ريسبتر, وممكن بعد ذاك يخش بالاثنين يعني اللي هما الاثنين يستخدموا, تلقى فيروس يمكن يستخدم دي أو دي مع بعض. طيب دي حاجة مهمة جدا عشان تتربط بالبيشن اللي هما تم علاجه في مريض برلين أو لندن اللي هم استخدموا CCR5 ابروش. طيب CCR5 فيه ميوتيشن اتلقت انها هي ريزيستنت للHIV في بعض الناس. اول ريبورت اتنشر كان عن انه فعلا CCR5 هي واحده من الكور ريسبتور الدائره اللي بيحتاج لها الHIV عشان يخش للخليه كان سنة 1996 ورقتين اتنشروا في مجلتين من أكبر المجلات اللي هي سيل ونيتشر. في سيل في تعمل في روكفيلر في يونايتد سيتي في نيويورك, وفي نيتشر اتعملت في بلجيوم في بروسل يونيفرسيتي. فهم الاثنين التو بيبر جوا مع بعض ومتزامنين في نفس السنة إنه لقوا بعض الناس بيتعرضوا على طول على بيكون عندهم اتصال زي ما يقولوا جنسي بي عندهم نشاط جنسي غير طبيعي, وفي نفس اللحظة هم حصل لهم انتركورس مع ناس عندهم HIV لكن ما جاوا من انفكشن. فلما عملوا تحليل للناس زي وفي ناس نقول لهم دم بالخطأ برضو ما جاوا من انفكشن مع انه من HIV دونر عنده HIV دونر كان, فلما عملوا تحليل للناس زي المشكلة وين, فلقوا انه عندهم deletion في CCR5 اللي هي 32 base pair, يعني هو ما amino acid 32 amino acid base pair يعني تقريبا around 11 amino قريب ل 11 amino acid, لانه 33 base pair هي مفروض تديك 11 amino acid كله amino acid محتاج ل 3. اوكي 32 base pair deletion خلت انه CCR5 يكون ما functional وما موجود على الريسبتر بتاعه بطريقه فانكشنال بحيث انه يدي وظيفته الطبيعيه, فالفيروس ما بيقدر يحصل له اتاتشمنت بالسي سي ار 5 فبالتالي ما يقدر يخش. فشالوا الخلايا من البيشن ديل
خدتوها في المعمل وجابوا اتش اي في وحاولوا يعملوا لها انفكشن, فالاتش اي في ما دخل في الخلايا دي, فلقوا انه الفيروس اساسا ما يقدر يدخل. ومن هنا اول ريبورت انه سي سي ار 5 واحده من الكور ريسبتور بيستخدمها الاتش اي في عشان يخش في الخليه. ومن هنا اول بدت فكره اول علاج لاول مريض اللي هو برلين بيشن, اللي هي طبعا كثير من الناس بيقولوا انها صدفه لكن هي ما كانت صدفه, وادت هوب لانه يمكن يكون في طريقه الناس تحمي نفسها من الاتش اي في. طيب عشان يتاكد الكلام ده, في مشكله كانت انه الاتش اي في ما في لهم موديل عشان يشتغلوا عليه, يعني في ريسيرش مثلا اغلب الناس الشغالين على الريسيرش هم شغالين على المكاكس اللي هي مونكيز, نوع من انواع القرود مكلفه جدا عشان تشتغل عليها وما افيلبل لاي زول, وحتى انت صعب انك تعمل لها مانيبيليشن مثلا جينيتك مانيبيليشن للجين سربيه ولا غيره. فكان في جروب في ألبرت إينشتاين في نيويورك شغال في الوقت اللي انه الناس شغاله على CCR5, هو كان قبل كده بادي على انه يعمل انيمال موديل اللي هو مايس انه يحصل لها انفكشن بالاتش اي في. فلما عمل تحليل لقى انه CD4 بتاع المايس السيكونس بتاعه مختلف من الهيومن, فقرر نعمل مايس, المايس دي يخد فيها هيومن CD4 بدل الجين بتاع الماوس CD4, خدت هيومن CD4. الهيومن CD4 لما خدته في عمل نوكين مايس ترانسجينيك مايس, المايس دي بتنتج في خلاياها التي سيل بتنتج CD4 بتاع هيومن ما بتاع مايس بتاع بني آدمين يعني. فالحصل انه شال الخلايا من المايس دي وعرضها للإتش آي في, الفيروس ما دخل. فلما ظهرت في 96 البيبر اللي وردتكم لي أنا في السلايد اللي قبلها دي إنه CCR5 الميوتيشن دي ممكن تكون سبب في إنه عدم الدخول, ومنه CCR5 مهم عشان الفيروس يخش, immediately بدأ وأضاف مع CD4 CCR5 بتاع الهيومن, لأنه برضو CCR5 بتاع الماوس مختلف بتاع المايس مختلف من الهيومن. فخدت في المايس دي CD4 بتاع هيومن وCCR5 بتاع هيومن, وشال التي سيل من المايس دي وخدتها في بليد وأضاف لها HIV, ولقى فعلا إنه الفيروس بيقدر يخش الخلايا دي بعد عدل فيها ودخل CCR5 مع CD4. وده كان أول experimental دليل على إنه أنت ممكن تعمل, يعني ممكن تعمل infection للمايس موديل بحالة إنك تعدل في الريسبترز اللي هي اللي بتدخل الفيروس للخلية اللي هو ده مختلف عن الهيومن. وده اتنشر سنة 97 في بيناس. المصيبة والمشكلة ما كانت إنه هو هنا هم عرفوا إنه ممكن يعدلوا ريسبتر مهم, لكن الفيروس ما بيحصل له ريبليكيشن في الخلية. في حاجات كثيرة مختلفة بين المايس والهيومن من ناحية ماتيريالز بيحتاج لها الفيروس, هي ممكن تكون محتاج لهيومن ماتيريالز في السيكونسينج أو في التتابع مختلفة تماما عن الموجودة في المايس. فعشان كده لحد هنا هم نشروا الشغل على إنه الفيروس ممكن يخش للمايس إذا عدلنا في CCR5 وعدلنا في CD4 بأنه خدناهم هيومن فيو. وفي نفس بعد 2012 جروب تاني برضو اشتغل الحاجة دي, والمرة دي عمل شنو, عملوا إكسبريشن بفكتر لCCR5 وCD4 بتاع الهيومن في الليفر سيل, يعني دي ما تي سيل, ولقى إنه الليفر سيل أنت لما تعمل تخد فيها الهيومن CCR5 وCD4 ممكن يحصل إنفكشن حتى للليفر سيل. فبالتالي إنه الفيروس, ودي اتنشرت برضو في بيناس 2012, إنه الفيروس يمكن يخش أي خلية إذا جرى السبترين دي الموجودين, يعني ما بالضرورة يكون هي كلها بس إلا تي سيل, حتى الليفر سيل ممكن تتعدل وتكبه هي موديل إنك تشتغل عليها إنفكشن للهيومن اتش اي في. طيب بعد البيبر دي طلعت اللي هو إنه سي سي ار 5 مهم وإنه في ديليشن في سي سي ار 5, كان ملاحظ انه الميوتيشن دي موجوده عند الاوروبيين فقط, وفي الاوروبيين هم اللي في نورث يوروب, يعني ما تلقت في افريكان وما تلقت في الامريكان, حتى في الايشين تلقت في اللي هي غرب اسيا اونلي. فلو لاحظنا الديستريبيوشن بتاع CCR5 ميوتيشن في العالم, فبنلقاه هي
يعني بتنحصر في النورس يوروب. بالنسبة لشمال أوروبا دي كانت يعني بالنسبة للباحثين إنه ليه إيش معنى يعني بس شمال أوروبا أو الناس من شمال أوروبا بالذات الاسكندنافيين وروسيا، فكيف إنه المواطنين دي هم عندهم هاي ليفل من الميوتيشن دي وما موجودة في كل البوبوليشن من الأذر ريجون يعني في العالم؟ صراحة ما في إجابة سوليد أنسر للموضوع ده وما في زول عارف ليه الميوتيشن دي بتتركز في شمال أوروبا، لكن جات سيوري كثيرة لما رجعوا لأنه يشوفوا أصلاً شنو خلى الميوتيشن دي يحصل لها إيفولوشن وديفولوبمنت في الناس دي. فالسؤال كان إنه هل الـ HIV هو السبب في إنه يحصل ديفولوبمنت للميوتيشن دي بأنه الجسم يبقى مقاوم لنتيجة الانفكشن؟ طبعاً الإجابة كانت غلط وغير صح، لأنه الـ CCR5 ميوتيشن دي أصلاً موجودة اتلقت في حفريات وفي أجسام بتاعت ناس يعني اتطورت من أكثر من 700 سنة، والفيروس ظهر في 81 أول فيروس لقى يعني، وهو طبعاً في السبعينات موجود لكن أول كيس كان 81 سنة 1980. فبالتالي ما لوجيكال يربطوا إنه هو نتيجة للـ HIV infection، فكان الارتباط بأنه في بعض الناس رجعوا للسيوري اللي هي في تو سيوري حالياً هي available للموضوع ده أو فرديات. الفردية الأولى إنه الانتشار ده في شمال أوروبا نتيجة لأنه الفترة في المنطقة دي كان قبل 700 سنة كان في طاعون، لكن الطاعون طبعاً مسببه كان بكتيريا الوقت ذات، وإنه ممكن السيرفايفل من الناس اللي عاشوا من الطاعون ده وقدروا يقاوموا الطاعون يعيشوا هم حصل لهم ديفلوبمنت، وإنه الطاعون ده كان بيستخدم الريسبتر أو البكتيريا بتستخدم الريسبتر عند تخش الخلية. طبعاً دي واحدة من الفرضيات. في فرضية تانية هي لقت قبول أكتر وكثير من الريسيرش بيعمل لها سبورت، إنه الفاكسينيا السمول بوكس نفس الفترة اللي حصل فيها أوت بريك للسمول بوكس أو الجدري في الوقت داك اللي هي قبل 700 سنة أو أكتر شوية، إنه تزامنت معاها ظهور الميوتيشن دي، إنه السيرفايفر قالوا الناس اللي قدروا يعيشوا من الجدري هم الناس اللي جسمهم قدر يطور ويعمل ديفلوبمنت للميوتيشن في CCR5 إنه تحميهم، وبالتالي قدروا إنه يعيشوا والكوبيس بقت تنتقل عبر الجنريشن يعني الموجودين هناك. الخلى الناس يتبقوا على النظرية دي إنه لأنه أصلاً السمول بوكس بيستخدم CCR5 عشان يخش الخلية برضو، فدي واحدة من الحاجات أو النظريتين اللي هم حالياً موجودين وإلى الآن ما في سوليد أنسر، لكن تظل نظريات موجودة. طيب الناس الموجودين وعايشين في شمال أوروبا تقريباً 18% منهم عندهم كوبيز، وان كوبي من الميوتيشن دي، لأن أنت في النهاية أي شخص بيكون عنده تو كوبي، كوبي جاي من الأب وكوبي جاي من الأم. النسخة واحدة من النسخ دي يمكن تكون جاية من أم أو من الأب هي بتكون فيها الميوتيشن دي، فبتلقى أنه عنده وان كوبي. اللي عنده وان كوبي هو ما بيحميه من الـ HIV infection لأنه الكوبي الثاني موجودة، فبالتالي الانفكشن بيحصل لكن بيحصل ديلي في البروجريشن للديزيز اللي تلقت عندهم، إنهم هم البروجريس في الديزيز بيختلف من الزول اللي ما عنده ميوتيشن نهائي. وفي ناس لاكي فبيورثوا من أباهم الاثنين بيكون عندهم، فبيورثوا منهم الاثنين التو كوبيز، التو كوبيز فيهم ميوتيشن بالتالي يكون هوموزايغوس. اوكي فنجي للايديا بتاعت برلين بيشن جات من وين وكيف انه حصل الفكره بتاعت العلاج. العلي ديا اسمه جيرو هاتر هو الدكتور العالج البيشن اللي هو تيم اللي هو بنشوف هنا ده برلين بيشن. جيرو هاتر ده هو لما طلع هو ما طبعا ما عنده علاقه بالـ HIV، هو انسان بتاع زي ما هو دكتور بتاع اونكولوجي اساسا اونكولوجيست، لكن لما كان في الميديكال سكول قرا البيبر اللي هي قلت لكم قبل الريبورت طلع سنه 96 عن اول ريبورت عن الـ CCR5 ديليشن اللي هو 32 ديليشن انه بيعمل ريزيستنت للـ HIV. هو كان طالب في كليه الطب وما تخرج حتى،
فالحاجة دي استهوته واستغرب فيها، لكن طبعا هو ما كان مفكر انه حيعمل حاجة زي دي لقدام. فتخرج واشتغل في 2006، جاء المريض يتابع معه اللي هو تيم اكتشف عنده المرض 95 و94، لكن العلاج بتاعه كان الوقت ده اصلا حتى ما في ERT سيرابي، يعني حتى اي زول بيصاب بالHIV قبل 94 قبل 95 كان معروف انه خلاص يصير حكم عليه بالاعدام، حيموت مرض قاتل. بعد 95 تم اكتشاف الART وبدا ياخذ الكيمو العلاج، لكن مشكلته انه بعد ذاك ظهر له كمان لوكيميا، اكيوت لوكيميا. اللوكيميا كانت المشكله الاكبر انها هي مقاومه للكيمو ثيرابي. هو اخذ كيمو ثيرابي، بدا ياخذ علاج مع كيمو ثيرابي، وكان متابع مع جيرو هاتل، وكان متابع معه، وفجأة حصل فيل للكيمو ثيرابي انه يشتغل عليه، يعني فجأة انه بيجي ريزيستنت للكيمو ثيرابي، الكيمو ثيرابي ما شغال، وهو صحته بيض مدهورة، ويمكن كان يقضى عليه هو الكيمياء. فكان جيرو فكر في 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 الفكرة دي، انه هو رجع بذاكرته لموضوع CCR5، وانه موجود منه ميوتيشن، والميوتيشن افيلبل في يوروب، وهم اصلا في يوروب، يعني في المانيا موجودين، وكان في داتابيز ممتازة للناس الموجودين، الدونر الموجودين في يوروبا، في يوروبا عموما وفي المانيا بالذات. فاقترح على التيم وبعض الدكاتره اللي معاه في البدايه انه يعمل هومر ترانسبلانت من شخص يكون عنده سي سي ار 5 تو كوبيز، الاثنين لازم يكونوا تو كوبيز عندهم ميوتيشن ديليشن، في نفس اللحظه يلقاه مطابق في الأنسجة لتيم. تيم في اللحظة ديك رفض طبعا الموضوع على سنه ممكن يكون فيها تجارب، لكن ما كان عنده حلل. بعد فترة قرر انه لقى انه ما عنده حلل، انه هو حيموت كذا كده، يعني حيموت من الكيمياء، فما في مانع انه يجرب انه ياخذ البومر ترانسبلانت لو يتلقى من شخص عنده الحاجات المطابقة له، ولو في امكان يقدر يعالج المرضين في علاج واحد يعني. فعلا ده اللي حصل، انه جيرو عمل البومر ترانسبلانت، وبعد فتره فعلا بعد سنه كان بيتابع معه، حتى بعد اول ما عمل وقف العلاج بتاعه بتاع الاي ار تي ثيرابي والفيروس اختفى بدا ما ظاهر، ومشى ورسل طبعا لانه ما كان مشهور، كان دكتور صغير في العمر، فرسل الفايندينج بتاعته لنيو انجلاند جورنال اوف ميديسن، طبعا دي اكبر جورنال مشهوره انها بتنشر الكيسز ميديكال كيسز ومشهوره جدا. فعشان هو ما معروف، الجورنال رفضت انها تستقبل البيبر بتاعته او الفايندينج بتاعته. فجاء قدمها في مؤتمر هنا في بوسطن، ولقت يعني بعض الساينتس انتبهوا للحاجة دي وكانوا مستغربين انه كيف في HIV cured يعني من الموضوع. ووصل واحد من الجورناليست في وول ستريت جورنال، قام نشر الموضوع، وبعد يتنشر هنا في المجلة دي ما شايفين، ده اول ريبورت نشر في مجلة يعني ما هي ساينتيفيك جورنال يعني. رجعوا ليه ناس نيو انجلاند جورنال ميديسين بنفسهم، طلبوا انه يرسل لهم الريبورت عشان يتنشر عندهم. فرسل الريبورت فعلا ويتنشر، وهي دي اول بيبر تطلع، كانت سنة 2009 شهر 2. طيب دي الفيجر بتاع ده البيبر، يعني واحدة من الفيجرز بتوضح لك انه هنا حصلت دايجنوزيس للوكيميا، الاكيوت مايلويد لوكيميا، وكان ده هنا الفيروس لود بتاعه. اول ما حصل بون مارو ترانسبلانت، الفيروس طبعا عملوه مرتين، لان المره الاولى بعد سنه اللوكيميا بدات تصعب مره ثانيه، فلقينا الفيروس مرجع فادوه ثاني سكند ستيم سيل ترانسبلانت. هنا الفيروس 1 انه شايفين الفيروس جو داون، ما في حاجه. في نفس اللحظه السي دي 4 تي سيل
حصل لها ريكفرين لو شايفين مع الزمن بدأت تريكفر ترجع للنورمال يعني. حاليا المريض له 12 سنة تقريبا أو 13 سنة ما في أي HIV، عشان كده المريض ده يعتبر كيور يعني خلاص، يعني بعد 10 سنوات يعتبره كيور، لأن أصلا لو يعني أنت 10 سنوات بتاخد ART سيرابي والفيروس ما موجود نان ديتكتبل في جسمك، فبالتأكيد تعتبر تم علاجك، فهو دي أول حالة تم علاجها. كان الخوف من الدكتور على المريض بتاعه بتاع برلين إنه قبل ما يعمل الستيم سيل ترانسبلانت لقى عنده مشكلة، إنه عنده فيروس عمل التيست بتاع التروبيزم اللي قلت لكم قبل بتاع إنه بيخش بيتوكور ريسبتر، فلما عمل التيست لقى عنده الأغلب الفيروس بيخش بالسي سي ار 5 لكن ستيل عنده بعض الفيروس بيخش بالسي اكس سي ار 4، وكان متخوف منه يحصل شنو، إنه الفيروس بتاع سي اكس سي ار 4 يرجع تاني ويصهر من جديد ويبقى هو الدوميننت يعني ويبقى هو المسيطر وتبقى صعب العلاج المره دي، لكن لسبب ما الفيروس ده ما ظهر مره ثانيه والى الان ما ظهر وما معروف السبب شنو. طيب بالنسبه للندن، مريض لندن استخدموا نفس الابروش، الاختلاف فقط في الاليه بتاعت انه كيف تم نقل الستيم سيل، يعني مثلا في بتاع برلين خدتوه في intensive chemotherapy يعني chemotherapy بطريقة intensive جدا، بالإضافة لكده اللي عملوا له radiation لكل الجسم عشان يقضوا على الخلايا والموجودة الطبيعية ويخدوا له الخلايا الجديدة بتاعت الستيم سيل. أما بتاع لندن يتعامل بأقل aggressive way يعني إنه ما في radiation للجسم كله، أخذ chemotherapy mild يعني ما بالدرجة الكبيرة اللي أخذتها عشان تقلل الخطورة إنه إيش، لأنه فعلا الطبيب بتاع الدقيرو دي بعد المريض دي حاول 3 cases، 2 منهم يتوفوا immediately بعد البومر ترانسبلانت لأن العملية خطيرة جدا جدا، والاسلوب اللي كان بيستخدم بيها طبعا aggressive يعني انت full radiation مع chemotherapy intense اكيد ما اي زول يمكن تقدر تحمله، فده كان محظوظ انه عاش تيم، لكن الاثنين توفوا وفي واحد ثالث ما يتوفى لكن الفيروس رجع زي ما كان، فبقى يعني العلاج مع انه الستيم سيل ترانسبلانت نجح لكن الفيروس اللي قلت لكم بيخش عن طريق السيكس سي ار 4 هو البيجا دوميننت، اللي هو في الكيس ده بالنسبه للتيم ما كان موجود وما معروف ليه هو ما رجع ليه ورجع للثاني. ففي حاجه كثيره ما مفهومه في الستيم سيل ترانسبلانت، يعني ما مؤكد انها هي ممكن تشتغل 100% مع كل الناس. فنجي لمريض بيش بتاع لندن ده طبعا اتعرض زي ما قلت لكم في مارس 2019 هنا في سياتل، هم معه واحد تاني من دوسلدورف من ألمانيا برضو ده بيشن، ده اتنشر في نيتشر لأنه تم 18 شهر اللي هي السنة و20 شهر اللي هي سنة 8 شهور، دي الفترة اللي انت بتقول الفيروس فيها يمكن ما يقدر يرجع راجع، لانه اكتر فترة هو اللي يقول الفيروس يمكن يرجع فيها بعد العلاج يقيف 10 شهور، فده فات الفترة فعشان كده ما نشره في نيتشر، لكن حيتم مراقبته ما معنى انه هو الفيروس يمكن يرجع في اي لحظة، لحد الان لا يعتبر complete cure اللي بالنسبة للندن بيشن. دوسلدورف بيشن طب ما عرضه في المؤتمر ده لكن هو له 5 شهور فقط من وقف الاميون السيرابي وقف الاي ار تي سيرابي له 5 شهور، يعني ستيل لسه باقي له تاني 15 شهر حتى يعلن عنه ويتم عرضه في الميديا وينتشر على بيبر، فمتوقع دوسلدورف بيشن بعد 15 شهر تقريبا اذا واصل على هذا النهج انه ما حصل انه اي فيروس ظهر حيتم اعلانه دي لندن بيشن، فمتوقع دوسلدورف بيشن يظهر قريب اذا حصل حاجه دي. فالابروش نفس الابروش بتاع برلين بيشن اوكي. طيب نتيجه لانه الستيم سيل والطريقه دي نجحت قبل كده في برلين بيشن، فعملوا حاجه اسمها اي سي اي ستيم هي كولابوريشن مجموعه من الساينتست مع الاطباء، عملوا زي عندهم ويب سايت وهم جروب باحثين فبيشتغلوا بومون ترانسبلانت للناس،
فهم حاليا عندهم اكثر من 22000 دونر عندهم سي سي ار 5 دلتا 32 ميوتيشن شالوها من يوروب وعندهم الحاجه دي. فبيقبلوا ريبورت من بيشن انه يمكن اي بيشن هو حاس انه هو داير يعمل الحاجه دي يمكن يرسلون. طبعا هم ما بيعملوا العمليه دي لاي واحد عنده اتش اي في. بيدعمل للناس انه must have a reason عشان يمشي للستيم سيل ترانسبلانت. يعني واحده من الريزون انه يكون شنو اساسيه انه يكون عنده مرض قاتل يعني هيماتولوجيكال ديس اوردر يعني يمكن يكون ليكيميا او ايفر حاجه تكون يمكن مع الاتش اي في تقضي عليه. فما عنده حل غير يمشي في الـ في الـ في اللاين او التراك بتاع انه يعمل له ستيم سيل ترانسبلانتيشن لانه هي زي ما قلت دينجرس. وما دام في علاج زي الاي ار تي بيخليك تعيش نورمال لسنين طويله تمشي في السيف سايد بدل انك تجي تاخذ حاجه ممكن طبعا بعد العمليه يمكن بعد انت تموت لانه يمكن تعيش طبيعي بالاي ار تي سيرامي. اما الناس اللي ما عندهم حلل فده بتقبل حل نهائي هو الستيم سيل ترانسبلانت. فهم عندهم الحاجه دي واي زول في العالم يمكن يرسل لهم الدوكيمنت بتاعته واشياء كلها انه انا عايز اعمل كده كده. هم عندهم دونرز وبيشوفوا التشو تطابق والحاجات دي فبعد ذاك بورك ممكن يعملوا لك العمليه ولا لا. ده الويب سايت بتاعهم يعني اي زول يمكن يعمل لهم كونتاكت. طيب الاونجوينج والفيوتشر دايركشن لعلاج الايدز. انا طبعا بحاول اختصر مع انه انا مشيت كثير وقفت كثير في السنه اللي فاتت لانه ده المين التوبيك الاساسي. الانجوينج والفيوتشر دايركشن على علاج الاتش اي في واحد من الحاجات الاساسيه اسمها الكيموكاين ريسبتور جين ثيرابي ودي جات من السي سي ار 5 ديليشن حاجي بعدين امشي على بسرعه. الحاجه الثانيه التشيك بوينت انهيبيتر دي البي دي 1 امين ثيرابي وده طبعا لخد نوبل السنه اللي فاتت حاجي مر عليه في 1 سلايد او 2 سلايدز. برودلي نيوترايزنج انتي بودي بينابس او مع الانجينيرينج هيومرال اميونيتي وفي فور اتش اي في برضه حيتكلم مع الانجينيرينج هيومرال اميونيتي في اتش اي في. ديفلوب سكسسفول فاكسين ذات اليسيت البينابس. شنو البرودلي نيوترايزنج انتي بوديز او البينابس حاجي بعدين اوريكم ليها. develop latent cell activation and wake up drug دي اللي قلت لكم الصلة اللي بتكون هي الفيروس بيكون جواها وساكنة ما في اي replication ونايم الفيروس موجود نايم فانت محتاج انك تصحي الخلايا دي وتصير عشان immune system يقتلها. فحنجي نبدأ اول حاجة بالكيموكاين ريسبتور جين ثيرابي اللي هي دي جات من فكرتين الناس اللي عندها deletion 32 deletion في CCR5 فعايزين يشيلوا دي الحاجة الناس شغالين عليها حاليا يشيلوا ستيم سيل من البيشن نفسه ويعدلوا فيها في المعمل جينيا يعملوا نوكين للسي سي ار 5 ريسبتور ديليشن او الكيموكاين وبعد ذلك يرجعوا له يعملوا يعني انقسام للستيم سيل دي في المعمل ويرجعوها للمريض تاني عشان شنو يكون عنده في النهاية سي سي ار 5 بدل البومر ترانسبلانت والكلام ده لا اقل من كده كتير الموضوع. فهو محتاج انك تحصل لك راديشن. دي الكيموكاين ريسبتور جين ثيرابي ناس شغال عليه حاليا. البي دي 1 انهيبيتري هو طبعا عنده امبليكيشن في الكانسر ومعروف دي طريقته انه بيشتغل كيف في الكانسر. طريقه الكيلينج بتشتغل كيف انه لو عندك التي سيل بيكون عندها ريسبتور اسمه بي دي 1 في السيل وول بتاعتها او في الممبرين بتاعها. التيومر سيل عندها ليجنت اسمه BDL1 هو بايند مع البيدي 1 فاول ما يحصل له بايندينج مع التي سيل بيعمل انهيبيشن للتي سيل بانها هي ما تحصل لها اكتيفيشن بالتالي التي سيل حيحصل لها اكزوستشن بسموه اكزوستشن او انهيبيشن فبالتالي ما حيكون شغال فانكشن اللي ما شغاله. البيدي 1 انتي بوديز هو انتي بيدي 1 فان هو بيدوه للبيشن بتاع الكانسر فاول ما يدوه له بيقوم بيرتبط بشنو بالبيدي 1 هنا وبيكفله فبالتالي الكانسر سيل ما يقدر يرتبط مع البيدي 1 ويعمل انهيبيشن للتي سيل فالتي سيل بيحصل لها اكتيفيشن تتعرف على السيل كانسر سيل هذا التارجت تعمل له كيلينج فالكيلينج بيحصل له اون. نفس الفكره تحت البيدي 1 انه لما انت تحصل له بلوك حاجات كثيره بتكون هي affected بالبي دي 1 واحدة منها انه التي سيل مثلا السي دي 8 زي ما قلتون قبل دي هي بتعمل كيلينج لو عملنا بلوك للبي دي 1 ده بيعمل لنا اكتيفيشن بيزيد لنا اكتيفيشن بتاع السي دي 8 وبدي يعني تقبل فانكشنال بتعمل ميدييتنج للكيلينج. الامبيرد السي دي 4 نتيجه للبي دي 1 سيجنال
فلما تقفل السيجنال بتاعت البي دي 1 بيعمل شنو؟ بيديك فانكشنال سي دي 4 تي سيل، بالتالي بتعمل كيلينج. والسيكسل والسي دي 4 تي سيل فانكشنال زي ما قلت لك بتعمل هيلب للسي دي 8 عشان تكيل، بتعمل هيلب في نفس اللحظه للبي سيل عشان تعمل شنو؟ تنتج انتيبودي فعال يقدر يعمل يساعد في الكيلينج. فبالتالي البي دي 1 واحده من الاساسيات انك تعمل اكتيفيشن للاميون سيستم اجينست الفيروس. ويتلقى فعلا انه التي سيل المصابه بالاتش اي في بتعمل اكسبريشن للبي دي 1 بكميه كبيره جدا، وده مرتبط بانه يحصل بروجريشن للديزيز، انه البروجريشن بيزيد. ودي اتنشرت في نيتشر 2006، يعني حتى قبل البي دي 1 ما ياخذ نوبل برايز 2018 السنه اللي فاتت، تم يتعرف على انه البي دي 1 اكسبريشن بيحصل اكسبريشن في الخلايا المصابه بالاتش اي في. 2006 نفسها الناس عملوا شنو؟ اضافت الفايرال انتي بي دي 1 كيميون سيرابي، ولقى انه بيعمل فعلا ينشط الجهاز المناعي ضد الكرونيك فايرال انفكشن، ويقلل ويتم تريتمنت عن طريق الحاجه دي ويقلل الفايرال لود. وفي 2008 برضو في نيتشر، اللي كانت في نيتشر ميشن قبلها دي في نيتشر، برضو لقوا انه البي دي 1 اميون سيرابي يمكن يعمل انهانس للاميونيتي ضد الاس اي في اللي هو ده السيمن اميون ديفيشنسي فيروس اللي بيصيب المونكي بالبي دي 1. لما تكفي تعمل بي دي 1 بلوكج بلوكينج للبي دي 1 بيحصل لك انهانس الاميونيتي وبيحصل كيلينج للفيروس ويقل الفيروس في المونكي. طيب دي الاميون سيرابي واحدة من التولز والناس شغالة عليها كمان، عندنا يكون معاه كومباينيشن مع حاجة ثانية. البرونتايزنج انتيبودي هي انتيبوديز عندها قدرة عجيبة، يعني هي اكتشفوها في بيشن مرضى بكرونيك عندهم اتش اي في كرونيك سنين طويلة، فبيعملوا ديل البيشن ديل قليل جدا منهم اللي هم عدد بسيط جدا يمكن 10% ولا حاجة، بيعملوا ديفولوب لانتيبوديز هو بوتنت، هو عنده قدرة انه بيعمل نيترايزيشن لديفرنت سترين بتاع اتش اي في. ليه بيعمل كده؟ لانه لقوه اصلا، لانه مشكله الفيروس بيحصل له ايفولفينج، بالتالي اي انتي بودي الليله بايند للاتش اي في بكره يمكن ما يحصل بايندينج، لانه بيحصل ايميديتلي جوه الجسم بيحصل له ديفولفينج تشينجينج. انه الانتي بودي عندها قدره بتربط بمناطق في الاتش اي في او بسيكونس في الاتش اي في هو الاتش اي في ما ممكن يغيره ولا حيغيره، زي السي دي 4 بايندينج سايت بتاع الاتش اي في. انه CD4 binding site الفيروس لو غيره اصلا ما حيقدر يرتبط بالسي دي 4 ريسبتور، فبالتالي ما حيغيره. فالجسم احيانا في بعض الناس بينتج انتيبوديز ضد السي دي 4 binding site، عشان كده ده هو كونزيرف بين كل الفيروس ترين، فما ممكن الفيروس يغيره. ال V1 وال V2 جلايكان دي اسمها الفاريبل جلايكان برضو ديل، او ال V3 برضو هم ديل محتاج لهم الفيروس عشان يحصل اتاشمنت مع الخليه. طيب همشي سريع في ال HIV spike protein، همشي فوق سريع. دي هي مثلا CD4 binding site، دي زي اللي عندنا الممبرين بتاع الفيروس، ده البروتين بتاعنا من هنا زي ما شايفينه ال involved spike. CD4 binding site دي بترتبط بال CD4 محتاج ليها الفيروس، اوكي. والمنطقة دي فيها ال VH2 1-3 loops دي برضو محتاج ليها الفيروس انتج antibody. ف دي كمية من antibodies تم يعرفها ال VRC1 مثلا 3BNC117، دي كلها فيروس انتيبوديز تم يعني اكتشافها في بيشنت هم مصابين بالاتش اي في، بترتبط بالحتات دي في الفيروس، وهي بتعمل نيوتراليزيشن لكميه من الستريم بتاع الفيروس، يعني بترتبط بكميه من الفيروس. طيب نجي للجزء التالي بتاع الانجينيرنج، الهيومن ايمنت انجينيرنج، اللي هو استخدام حاجه اسمها الفيكتور اميونو بروفايلاكسس. بعد الناس عرفت موضوع الاتش اي في دي وإنه في أنتيبوديز قوي، فشالوا عزلوا الأنتيبوديز دي مثلاً زي الـ VRC1 أو الـ Antibodies 3BNC117، عزلوهم وخطوهم في فيكتور اللي هو أدينو Associated Virus Vector. وعملوا شنو؟ عملوا Injection في المسل سيل بتاعت البيشن. يعني هو طبعاً حد لا متعمل في بيشن، يعني عملت في مونكيز كانوا شغالين عليه على المايس قبل. والفكرة انك انت تشيل الانتيبوديز البوتين دي
وتخطه في فيكتورز تديني سوشيال فيكتور وتخطه في المصل. المصل دي بتنتج انتيبوديز، هي طبعا انتيبودي كم من المصل يعني، لكن عن طريق فيكتور سبريس، بمعنى انه ده بيتحكم فيه الجهاز المناعي. دي مناعه مصنعه، والخلايا بتاعت المصل دي بتنتج الانتيبوديز لسنين طويله جدا جدا، فبالتالي يمكن تحمي او تقلل او تعالج ال HIV في البيشنت. وفعلا البيبر دي جت قبل اسبوع فقط، اسبوع الفات نشرت في Immunity، عملوا نفس الفكره في مونكي، كانت عملت في مايز قبل كده لكن اول مره تعمل في مونكي اللي هي الكروت، وخدوا استخدموا المونكي ده وخدوا فيه حق نوع حاجه بي اتش اي في، حصل له انفكشن زي ما شايفين انفكشن فايرال لود يعني سكسسفول انفكشن حصل، وقاموا جابوا ادينا السوشيال ديليفري فيكتور وخدوا فيه الانتيبوديز وحقنوه في المسلز، وزي ما شايفين الفيرال لود بقى عامل كيف. فاول مره انه يتم على المونكي، وطبعا ده غالبا بعد ده حيمشي على الكلينيكال ترايل والسيفتي، بعد ده يعمل تشيك للسيفتي وعلى الكلينيكال ترايل على طول. ده اول مره يحصل فانكشنال كيور للمونكي عن طريق الانتيبوديز انه انجكتد تو مسل عن طريق فيكتور اللي هي انجينير الهيومن ميديم. دي حتكون اخر سلايد، هي بتتكلم عن ديفلوبمنت للليتنت سيل. دايما قلت لكم انه الفيروس اول ما يخش بيبقى في كرونيك ستيج، بيخش في الخلايا بيكون موجود ساكن. فدي المشكله انه الاي ار تي ثيرابي لما يدول البيشنت بيقلل الفيرال لود، لكن ستيل الفيروس موجود في بعض الخلايا ساكن ما طلع. الفكره انه عشان تنهي الفيروس من الجسم فانت لازم تعمل اكتيفيشن للخلايا النايمه دي المحتويه على الفيروس بانها تنشط والجسم يعرفه والإيمان سيستم يعرفه ويقدر تكيل الخلايا دي. فدي واحدة من التشالنج في الـ HIV field، إنك أنت كيف تارجت للـ latent reservoir بتاع الـ HIV، الخلايا اللي عندها الـ HIV لكن نايمة، كيف تصحيها بس إنه الإيمان سيستم يعرفه ويكيل الموضوع ده. ففي compound أو بعض البرودكت طلعت إن الناس شغالة عليها برضو still في clinical trial، إنه حاليا في clinical trial الناس شغالين عليها إنها لو إنها هي بتعمل activation للخلايا المصابة بالـ HIV. ودي بيبر برضو جات في 2018 انه عملوا كومباينيشن للتيل التول لايك ريسبتر 7 اللي هو دي واحدة من الريسبترز اللي بسموها السنسر في الخلايا تتعرف على الميكروبس، فهي بتعمل اكتيفيشن للإنيت اميونيتي. دي عن طريق الإنيت اميونيتي نطل ادابتف من دي اللي هي الإنيت اميونيتي، انت ما محتاج فيها انتيبوديز ولا حاجة زي دي. فهم عملوا شنو، استخدموا بعض المولكيولز اللي هي بتعمل اكتيفيشن للتيل لايك ريسبتر 7 وعملوا لها انفكشن، عملوا لها انجكشن مع انتيبوديز دي وريتكم لو جبال البروتينايزنج انتيبودي مع بعض، ولقوا انه فعلا دي التيل لايك ريسبتر 7 بيعمل اكتيفيشن للليتنسي. ودي اتنشرت في نيتشر 2018 واكشلي هي من جروب من الانستيتوت اللي فيه وانا جروب تاني. فلقوا انه في المونكي لو اضفت عملت السيرة بداية تول لايك ريسبتر اجونيست مع الانتيبودي بيعمل بيقلل من ال بي بحاجة بي بيقلل من الفيروس في الفيرال لود، وفي نفس اللحظة بيعمل ويك للليتن سيل ريزيرفوار، بالتالي ممكن يكون واحدة من الطرق اللي انت يمكن تعمل بيها ويكنج او تصحي بيها الخلايا النايمة عندها الفيروس. واتمنى اني اكون غطيت كل شيء على الأقل الناس اللي ممكن تحس بأنها هي يعني بالنسبة للمفهوم والكونسيب بتاع العلاج، إنه مفهوم العلاج كيف بدأ وكيف بيعتمد على شنو وشنو حاليا الناس بتفكر فيه وتعمل فيه حاليا. شكرا. لو في أي سؤال بعد ممكن تسأل. أوكي تمام، شكرا جزيلا دكتور أشرف. ممكن بعدها يعني تظهر في الصورة. أيوة سويت يا تمام اوكي تمام
شكرا جزيلا مره اخرى، وده حقيقه واحد من انجح السيمينارات اللي احنا يعني قدمناها في الفتره الاخيره، بدليل انه في تفاعل كبير جدا من الحضور، وكلهم بيشكروك على زمنك وعلى السيمينار القيم والممتع والمفيد لهم. يعني زي ما ذكرت انه معايا دكتوره مها ودكتوره ايناس، فما اعرف لو عندهم اي مداخله. قبل ما نقوم نمشي للأسئلة بتاعت الحضور، لأنه في أسئلة كثيرة جدا من الحضور. عندكم مداخلة يا مها أو إيناس؟ طيب خليني أبدأ. دكتور أشرف شكرا جزيلا. أنا بتفق مع مصعب جدا إنه كل التعليقات الجاية من الناس كانت إيجابية جدا، والناس مبسوطة جدا وبتشكرك على زمنك وعلى البساطة اللي انت قدمت بها الحاجة والسلاسة اللي كانت في البرزنتيشن. شكرا جزيلا. انا ما عارفة يا مصعب لو عايزني ابدأ بأسئلة الناس ولا نخلي أسئلتنا في النهاية، عشان شايفة في ناس كثيرة جدا بتسأل، فانا شايفة بس to prioritize الزمن، نديهم مساحة في الاول. تمام. ناس عندي سؤال، نشوف لو ناس عندها سؤال ممكن تسأل، وبعد ذلك نمشي نرجع للأسئلة بتاعت الحضور. اوكي ضيف الدائم، انا عايز اشكر بسرعه الدكتور على البرزنتيشن الجميل والممتع. انا بس عندي تعليق بسيط حابه اني اتعقب عليه، هو ان انت شايف قدر شنو الابروتشز اللي بتحدث حاليا فيها بوتنشال الافريكان بيشنت، احنا عارفين انه ممكن في كميه مقدره من البيشنت هم اكثر الموجودين في افريكا، فالستم سيل ترانسبلانتيشن دي يعني محتاجه ناس يكون عندهم ميتيشن معينة دي، واكشوالي هم دي الموجودين اكثر في يعني يوروبيان كنتريز حسب انت قلتها. فهل الابروش دي فيها بوتنشال للافريكانز اللي هم دي الناس البريفالنس الحقيقي بتاع الديزيز والبرد الموجود هنا، بالاضافه للابروش الثانيه اللي شايفها شنو اللي بينفع لنا، شنو في بوتنشالز يعني از افريكانز يعني. اوكي شكرا يا ناس. والله سؤال مهم طبعا، وفعلا دي مشكله بالنسبه للافريكان. بالنسبه للافريكان احنا عندنا سنتر هنا من هارفارد، عندنا سنتر في كوازولو نتال في ساوس افريكا، شغالين مع بعض يعني، حتى جروب من هنا بيمشي على طول هناك وبنجيب عينات من هناك، وحتى عندنا كلينيكال ترايل لفاكسين حاليا شغال هناك. فالحل الوحيد لافريكا بالنسبه لي انا الستيم سيل ترانسبلانت طبعا ما مجدي ومكلف في نفس اللحظة، وما أكيد يعني، وبعدين غير كده إنه هو ما أي حد يعني يمكن يخش في الستيم سيل ترانسبلانت، فأنت لازم يكون عندك مشكلة حقيقية محتاج إنك ده الحل الوحيد عشان تعيش، لازم تعمل الحاجة دي يعني. فهو ممكن أنا أضحي بنفسي حتى لو عندي HIV إن أمشي أعمل حاجة زي دي، هي ممكن تكون دينجر وقاتلة، في حين أنت يمكن تعيش بال زي ما قلتك بال في بال ART أو ال أنتيريتروفيروس ثيرابي. فالحل للأفريكان أعتقد الحاجة الوحيدة لنا نحن يمكن تكون available successful vaccine اللي هي يمكن يكون affordable، وأكيد جهات كثيرة دعمه يعني. هسه حاليا جيتس عامل لنا دعم كبير للشغل بتاع الـ HIV South Africa، وفي غير جيتس في كمية من البيزنس من في أمريكا هنا داعمين الحاجة دي وشركات، والجوفرمنت حتى دعم الحاجة دي. فالفكرة انك كيف تلقى فاكسين، فكل الاحداثيات الان شغالين فيها انك تلقى سكسسفول فاكسين عشان تحل الاشكالية والمعضلة دي. والسكسسفول فاكسين لازم يكون ينتج لك انتيبودي زي اللي وريتكم له قبل، انه يكون برود انترايزنج انتيبودي، انه تو بايند ديفرنت سترين، وانه يرتبط ويكون يعني ينتج لك انتيبوديز ضد حاجة حساسة الفيروس لا يمكن يغيرها، لانه لو غيرها هو نفسه حيفشل يدخل الخلية. فدي ده الحل الوحيد حاليا. الحاجه الثانيه الناس شغالين عليها اللي هي وجود يعملوا دراجز انها تعمل اكتيفيشن للليتنت سيل، لو اتلقت الحاجه دي انها فعاله حاليا في كلينيكال ترايل، لو ظهرت انه نتائجها فعاله ممكن بعد ذاك يدوك كومباينيشنال مع الاي ار تي ثيرابي، فانت هنا بتقلل الفيرال لود وفي نفس اللحظه بتعمل اكتيفيشن للخلايا النايمه بانها هي تصخر، وعلى الاي ار تي ممكن تعمل اليمينيشن للديزيز، فدي الكومباينيشن ممكن يتعمل. بالنسبه للايمينوثيرابي
برضو مكلف وصعب. حتى الناس اللي عندهم كانسر في الدول الأفريقية صعب إنه حتى يعني يقدروا أفورد العلاج بتاع الميونوثيرابي حتى الآن. فيخلي ده يمكن يكون إجابتي للموضوع. طيب مها شايفة إنه نمشي للأسئلة تقريبا بتاعت ال في ناس عندها أسئلة. في ياسين بيسأل عن إنه هل الجين ثيرابي باي CCR5 ديليشن عنده consequences for the immune response؟ سؤال جميل. طبعا لا ما عنده consequence للimmune response حاليا إلى الآن، لأنه في عدد كبير من اليوروبيين عايشين بالتوكوبيس بدون أي مشاكل، فعشان كده هو ما عنده أي consequence حاليا. في بعض الريسيرشر بيقولوا إنه ممكن يكون عنده consequence لبعض الفيروس الثاني، يمكن يكون susceptible بحيث إنه هو ممكن يكون بالإضافة لإنه بيساعد على دخول الفيروس زي HIV، ممكن يكون assistant لإنه protect بعض الفيروس تخش لبعض الناس يعني. فحاليا ما في إثبات كده يقولوا عليه إنه في consequence ظاهرة، بدليل إنه عدد مقدر من اليوروبيين عايشين بالديليشن دي وتو كوبيس في جسمهم وطبيعيين، يعني ما في مشاكل ظاهرة اليوم. شكرا يا دكتور. في سارة عبد الرحمن عندها سؤالين. السؤال الأول بتقول what is the required factors that we must find in the donor's bone marrow, I mean putting in mind the CCR5. قصدها يعني كفاكتورز إنه نحنا to consider. أفتكر يعني هي قالت لو العوامل الثانية شنو، لو نحنا بنفتش في دونر يعني يكون عندهم ميوتيشن في CCR5، في أي عوامل ثانية مفروض نحتضرها ونخدها في عين الاحتبار يعني؟ طبعاً واحدة من الحاجات الأساسية في الاعتبار إن أنت أي ترانسبلانتيشن تيشو لازم يكون مطابق يعني. فدي واحدة كانت من الحاجات إنه خلت إنه هو محظوظ لك بيشن إنه يكون مطابق معه، وبعض الناس يكونوا محظوظين لقوا التيشو مطابقة، لأنه لو ما في تطابق في الأنسجة ممكن يدوك ترانسبلانت من شخص ما في تطابق، بالتالي لأنه هسه حتى الإميون سيستم بتاعك ما حيقدر يعني، أنت هتستمر تأخذ مثلا علاج لأنه تعمل إميون سبريسر لسنين طويلة، فأنت كده كده أصلا إميون كومبرمايز يعني، أنت وردي إميون ديفيشن يعني بدون HIV حتى بالعلاج بس هتكون. فالحاجة الأساسية إنه يكون عنده 2 كوبيز، ما يكون كوبيز واحدة للـ CCR5. الحاجة الثانية المهمة إنه يكون التيشو مطابق تماماً مع الدونر والبيشن، دي الحياة الأساسية الناس اللي بعينوا ليها. الحاجة الثالثة طبعاً أكيد ما يكون عنده أي other kind of infection، يعني ممكن أنت تشيل من زول أصلاً مصاب بمرض وتقوم تنقله لشخص ثاني. ممتاز، شكرا يا دكتور. سارة برضو بتقول تسأل عن الكومبينيشن بين الانتي بي دي 1 والاي ار تي ثيرابي. سؤال جميل، وفعلا فينا شغالين في الحاجه دي، انه الناس شغاله انه يعملوا كومبينيشن للحاجه دي، لانه انت تنهانس الاميون سيستم عن طريق الاميون ثيرابي البي دي 1، وفي نفس اللحظه انت بتعالج في الديزيز عن طريق الاي ار تي، بتقلل الفيرال لود. فعلا دي حاجه الناس شغاله عليها، وغالبا يمكن نشوف حاجه قريب تطلع منشوره على الموضوع ده. شكرا يا دكتور. في رزان بتشكرك جدا على اللايف وبتدعي لك انه ربنا يوفقك، وبتقول لك انه متوقع انه العلاج ينتشر خلال كم سنه بتاع عموما بتاع الايدز والاتش اي بي. والله هو طبعا ما بتقدر تجزي منه بعد كم سنه، انه في حاجات كثير خشت الكلينيكال تريب بالنسبه للليتنسي كدروك. الـ ART طبعاً هو دي الحاجة الوحيدة اللي available والشغالة زي ما قلت، دي كعلاجات. بالنسبة للعلاج الأخير اللي هو يدوب البيبر طلعت زي ما قلت قبل أسبوع عن طريق الفيكتور، صعب إنك تاخد فيكتور في هيومن بالذات، هو دي نصفيتد فيروس في النهاية، هو سيف نعم زي ما معروف عنه، لكن الكونسيكونس إنك تاخد الفيروس دي أو الفيكتور دي في شخص قبل ما تدرس السيفتي فبتكبه معضله، فالموضوع هياخد شويه سنين عشان انه تيست اتليست السيفتي في انك تستخدم الفيكتور اميونوثيرابي. انا اعتقد انه سؤال رزان ده اتجاوب، بس يمكن يو نيد تو انفيسايز مور عليه. وبتقول وات از ذا ريليشن بين ذا تريتمنت اوف كانسر اند اتش اي في. طيب
الريليشنشيب انت في النهايه عندك انفكشن او سواء كان عندك كانسر، الاثنين انت محتاج بوتنت اميون سيستم عشان تقدر يعني تتعالج، تقدر تستاندك يعني المرض سواء كان كانسر او الكانسر. بيعمل انهيبيشن للتي سيل اللي هي مهمه جدا، اللي هي سي دي 4 نفسها، نفس اللي بيصيب الاتش اي في، مهمه جدا لما يعمل لها انهيبيشن عن طريق ارتباطه بالبي دي 1، بالتالي الميون سيستم بيحصل له ميون كومبرومايز، فالفيروس الكانسر بيلقى فرصته انه بيعمل اسكيب من الميون سيستم. دي الطريقه اللي بيتحايل بيها على الجهاز المناعي. نفس الحاجه دي اتلقت في البيشن او السيلز تي سيل الشاله من البيشن المصابه بالاتش اي في، لما عملوا تشيك للاكسبريشن للبي دي 1 لقوه عالي جدا مقارنه بالنورمال سيل، فبالتالي انه الفيروس نفسه بيحفز البي دي 1 عشان واحدة من الحيات تو اسكيب الميون سيستم، نفس الطريقه اللي بيستخدمها الكانسر. فانت لما انت بلوك البي دي 1 بالتالي بتدي فرصه انه الميون سيستم او تي سيل يحصل لها اكتيفيشن، السي دي 4 تي سيل. السي دي 4 تي سيل زي ما قلت هي جوكر سيل، جوكر في الميون سيستم، فبتحفز السي دي 8 اللي هي بتعمل كيلينج ميديات الكيلينج، في نفس اللحظه بتحفز البي سيل او بتنظم البي سيل عشان تنتج الانتي بوديز. فانت كده بتعمل انهانسمنت للميون سيستم، بالتالي بيعمل سيرفيلانس او سكريننج للفيروس بسهوله، ويقدر اينما يتواجد يلقاه حيقدر يقطع عليه. عشان كده في ارتباط وثيق حاليا بين البي دي 1 او الميون سيرابي والاتش اي في، وما كل ما الى الاتش اي في بس فقط، حتى الكرونيك موصل الكرونيك انفكشن الميون سيرابي وضح انه ممكن يكون واحد من العلاجات الممتازه له. شكرا يا دكتور ياسين. رجع الثاني بيسال عن انه في اي ميوتيشنز ريبورتد للسي اكس تي ار 4. لا ما في اي ميوتيشن حتى الان لحد علمي هي ممكن تكون تمنع دخول الفيروس، ممكن تكون في ميوتيشن ريبورتد لكن ريليتد تكون للاتش اي في نو. الحاجه الثانيه سي اكس ار 4 مشكله كمان، يعني ما زي سي سي ار 5 يمكن يكون عنده كونسيكونس اذا حصل فيه تغييرات كثيره، فالتغييرات يخليه تحتاج دراسه انه لازم تكون هي تمنع الفيروس في نفس اللحظه كيف السي سي ار اكس 4 فانكشنينج يكون شغال وظيفته الطبيعيه، لانه هو مهم جدا في السيل ترافيكينج، مهم جدا في حاجات كثيره في السيلولر، محتاج ليها السيل ترافيكينج انه تتحرك من حته لحته، بالذات الميون سيستم محتاجه السيل محتاجه انها تتحرك، فاي تغيير في الحاجه دي ممكن تاثر على الخليه اذا وقف فانكشنال توتالي ما شغال، وبتاثر على الاميونيتي اللي قدام. فلازم يكون في دراسه قبل ما يحصل اي ميوتيشن للسي تي اكس 4 في جين سيرابي، لازم يتم تاكيد انه هو فانكشنال شغال نورمال في الفانكشن التاليه، في نفس اللحظه يمنع الفيروس خش. شكرا يا دكتور. انا ما شايفه اسئله ثانيه، بس الناس بتعقب على ان هي مبسوطه شديد بالويبينار. انا عندي سؤال صغير كده في التريتمنت، فانا دايره اسال عن النوكين في الكيموكاين ريسبتور جين ثيرابي. انت تكلمت عنها سريع بس انا ما عارفه السكسسفول ريت حقها كم، هل فعلا يعني هي سكسسفول، يعني هل النوك ان كان سكسسفول بالنسبه للترانسبلانت؟ بالنسبه للترانسبلانت طبعا في عوامل كثيره بتاثر على الحاجه دي، زي ما قلت كبير انه مثلا بتاع برلين بيشن الدكتور نفسه حاول تريبليكيت الحاجه دي في بيشن تانيين غيره، لانه في لقى كميه من البيشن بيرسوليو هم عندهم نفس الاشكاليه، عندهم لوكيميا في نفس، يعني هم في نفس السيتويشن بتاعت الشخص ده، وفي واحدين حتى ما عندهم لوكيميا هو رفض يعمل لهم، لانه بيقول لهم ان الحاجه دي ممكن تكون مؤذيه الا تكون عندك حاجه تخليني أنا أقدر أعمل لك بومر ترانسبلانت. فعمل لي ثلاثة بعده هو ذكرهم، حتى جاء مؤتمر هنا وذكرهم الثلاثة، إنهم اثنين توفوا مباشرة بعد الترانسبلانت لأنه ما قدروا يستحملوا الخلية الناس سكسسفول فيلد، وبالتالي هم أندر راديشن وكيموثيرابي انتنس كيموثيرابي فيتوفوا، حتى ما قدروا يعرفوا أي حاجة بعد هل الفيروس اختفى ولا لا. الثالث نعم عاش، لكن للأسف إنه الفيروس حصل له ريباوند رجع تاني بعد فترة، ورجع الفيروس اللي هو بيخش عن طريق السي إكس سي آر 4 نص سي آر 5، فسي سي آر 5 معناته هو سكسسفول كتريتمنت كترانسبلانت، لكن الإشكالية كانت إنه النوع التاني من الفيروس اللي هو بيدخل عن طريق كيموكاين تاني قدر يحصل له أدابتيشن ويرجع، اللي هو ده ما حصل في البرلين بيشن مع انه هو عنده، لكن السبب شنو لحد الان ما معروف انه ليه هو ما رجع له.
شكرا جزيلا. انا ما عارفه ارجع لمصعب لو عندك اسئله. انا ما عندي سؤال، لكن قبل ما نختم انا اشوف دكتور اشرف لو عندك اي تعليق نهائي او اي حاجه داير تقولها قبل ما نختم الويبينار. والله يا اخي انا اول حاجه بشكركم كلكم على على الاستضافه وعلى التنسيق، وبشكر وبشكر اول زول سأل السؤال طبعا اللي هو فتح الموضوع وخلى الناس تستفيد، واتمنى انه الناس تكون استفادت. انا حاولت بقدر الامكان اكون بسيط في التقديم بحيث انه وقررت انه يكون عربي عشان نحن نقول ونفهم بلغتنا اكثر من اي حاجه ثانيه، وانه كل اغلب الناس تصل لهم المعلومه بقدر الامكان في سلايد مبسطه تكون ما فيها كلام كثير، اكثر حاجه تكون هي موضحه توضيحات. الحاجه الدار اضيفه ثاني انه يعني دي فاتت عليه في الاول، ترحم على الناس اللي استشهدوا في السودان نتيجه للاحتجاجات الاخيره، وبرضو يعني زي ما يقولوا نزعل ان ربنا ان شاء الله فيك اسر كل المعتقلين علمائنا وكل السودانيين المعتقلين، وفيك اسر الوضع ان شاء الله، ونشوف سودان تاني يعني ان شاء الله. اشرف معليش انا ما داير اقاطعكم، لكن في سؤالين وما داير افوت الفرصه على الناس انك تجاوب. جدا. في فاطمه بتعتذر عندها مشكله في الاكونت كما فوت تكون معانا، لكن بتسال عن انه لو في اي possibilities to do screening للسي سي ار 5 mutation في السودانيز population. السي سي ار 5 ممكن يحصل لها سكرين لانه هي ايزي، انت بي سي ار فقط يمكن تتعامل، يعني هو في ميثود كثيره منشوره، اغلب الاسهل الميثود اللي هي بتستخدم حاليا استخدام البي سي ار نورمال بي سي ار كونفنشنال بي سي ار. طبعا في ناس بيعملوا سيكونسينج وده الافضل، لكن في طرق بيستخدموا البي سي ار، حتى في طريقه يخيل لي انا الميثود بالضبط ما عندي حاليا هنا، لكن في طريقه عن طريق البي سي ار امبليفيكيشن، حتى انت محتاج ريستريكشن انزيم تو كات عشان تعرف انه في الميوتيشن دي ولا لا، فايزي تو سكرين يعني الموضوع ما صعب. بتعقب برضو انه how can you contribute to enrich the HIV related research in Sudan like ما انت لكن احنا كلنا كيف ممكن to contribute عشان to focus على الحاجه دي اكثر. انا عارفه الاسئله كبيره وفتحت لي حاجه بالمناسبه انا ما في زمن اتكلم فيها كنت، لكن ممكن اذكر عسي. انا صراحه عايز اذكر دكتور فيصل، كان ربطني بطالب اسمه طارق، هو في صيدلة طبعا تخرج تقريبا من كلية صيدلة النيلين، كان عايز يشتغل في الاتش اي في لانه الاتش اي في ما عندنا داتابيس للاتش اي في، فهو كان عايز يعرف يشتغل سيكونسينج هول جينوم سيكونس للاتش اي في في السودان، ودي كانت تكون حاجه كويسه، ما عارفين اصلا حاجه على السيكونس بتاع الاتش اي في موجود في السودان، فهو كان عايز يشتغل الحاجه دي، لكن الظروف ما حصلت انه بحث تخرج تبع مكلف يشتغل الحاجه دي، فالمهم يعني ظروف ما، لكن خلاني يعني اقبل متواصل معاه. وصراحه انا عرفت انه في سنتر في السودان عن العلاج تقريبا، هي سنتر تبع دول جوفرمنت لل اتش اي في، وهم بيدوا العلاجات والحاجات دي، ومفروض هم يعملوا التيست للبيشن، ف ما عندهم حتى المينيمم يعني الحاجات المينيمم الناس بتحتاجها عشان تتعمل يعني مثلا الفايرال لود. سالته قلت له الفايرال لود لانه محتاج يرجع يحول سامبل، لازم يرسل لي سامبل عنده فايرال لود معين عشان تقدر تشتغل على السيكونسينج. فانت لو الفايرال لود لو من الحاجه مثلا 1000 مثلا كوبيز في المليمتر، ده غالبا ما حيقدر يديك سيكونسينج كويس. فكنت اتكلم معاه في الحته دي، فاكتشفت انه ما عندهم فايرال لود، ما بيعملوا فايرال لود للبيشن، حتى بيتابعوا كيف انا ما اعرف بعد الديزيز. ففي اشياء كثيره بيزك نحن محتاجين نعملها اكيد، فقررنا نعمل حاجه مبادره. كان الوقت ده انا جيت السودان نهايه 10 وقعدت لحد نهايه 11 وقابلته شخصيا، وكان مبادره جات منه هو كفكره، وبعد ذاك انا قلت له جدا انا ما عندي مانع اني اساعد في الموضوع، بقدر اعمله وبقدر اعمله ليك. فقلنا اللي معدد كبير ونسجل جمعيه، الجمعيه دي هي مبادره حتكون لناس ال اتش اي في. الفكره ان نقدر طبعا ما في سبورت من الجوفرمنت، نستقطب فاندنج اتليست من برا باي طريقه إن كانت، نقدر نوفر البيزك الحياة البيزك اللي بيحتاجوا لها انه تسكرين الـ HIV للفيرال لود، لان انت محتاج حاجات كثيرة، هذا كيو بي سي ار فلو ساتيميتر حاجات خفيفة عندك قد تشتغل بها، والتروبيزم بتاع الفيروس يمكن تعرفه هي سيل لاين بتجي يمكن تعملها انت في السودان او ممكن نحن نشتريها من برا ونخدها في السودان وتتحفظ، وهي انت بس بتجيب من البيشن
سامبل وبتقوم تخدها مع خلايا هي بتعمل اكسبريس للسي سي ار 5 وخلايا ثانيه نفس الخلايا بتنتج السي اكس ار 4 مع سي دي مع تي مع تي سي دي 4. فانت من خلال هاي دي لما تعمل انكيبيشن للسامبل بتاعته مع النوعين دول من الخلايا بتعرف يا نوع من الريسبتور الفيروس بتاعه بيستخدمه عشان يخش الخليه. سيمبل اكسبيرمنت يعني يمكن تتعامل في هود وانت تعرف يعني دي اغلب الناس بيعملوها هنا لاي بيشن قبل ما يدوا علاج عشان يعني تعرف انت لو اديته السي سي ار 5 انهيبيتر مع الاي ار تي هل ممكن يكون بيرفكت يشتغل كويس وهل ده اللي قدام ممكن يكون فكره كويسه للجين ثيرابي للسي سي ار 5 بالنسبه للبيشن لانه الفيروس بتاعه بيستخدم الريسبتور ده ولا لا. فالحاجات دي احنا عايزيننا كنوليدج فنحنا بدينا كمبادره نسجلها. فهو بعد انا سافرت وجيت حصلت تقريبا وضع الحاصل في السودان حاليا فالامور شويه تربكت لكن احنا ناويين ان شاء الله نعمل مبادره ولو تمت المبادره دي طبعا اكيد حعمل لها اعلان في السودانيز سيشن سوشيال للجروب فالناس برضو تخش تسجل فيها اعضاء اي زول يمكن يبقى عضو فيها لانهم محتاجين اعضاء عشان نسجلها حتى في منظمه العون الاسلامي في الانساني في السودان كمنظمه ونبدا بعد ذاك نشوف جهات خارجيه وداخليه شركات بتاعت اتصالات ونشوف خارجيا نعمل لها حمله اعلاميه ان شاء الله حتى لو في التلفزيون في اي قنوات نقدر نجيب بها فاندنج ودعم لانه السنتر حتى ما في الاجهزه اللي فيه فلوساتيمتر اتسرق من جوا السنتر يعني شيء غريب حاجات كثيره يعني كده ما مفهومه. فالمهم يعني احنا عايزين نعمل حتى لو ندعم السنتر نفسه او يدعم السنتر برايفت للبيشن يكون برا يعني هي دي شكله شكرا من المبادره تنجح. شكرا جزيلا. ده شكله التعليق بتاع فاطمه لانه بتتكلم عن انه الامكانيه بتاعت انه الناس تسوبرفايز ستودنتس وبتتكلم عن انه هي بتعرف ريسيرشر في ان سنترال لابوراتوري كرنتلي اون هيباتايتس فيروس اسمه دكتور خان فاي ثينك انه الناس دي كان كوميونيكيت بيتر عشان يشوفوا ممكن يقدموا شنو المبادره اللي انت تكلمت عنها. وانا عايز اعتذر لحسن لانه احنا اخرنا سؤاله. حسن بيسال عن ال role of a CCR5 chemokine ligands and antibody to CCR5 co-receptor can they prevent the HIV لو انا قدرت اقرا السؤال صح قصده انه يستخدم antibodies to block a CCR5. ايوه طبعا هو في inhibitor غير الانتيبوديز في حاليا يعني inhibitors في حتى في السيرابي هو combination مع ART سيرابي بيضاف دم كبير لمنوريت اللايف سايكل فكل الستيج دي هي عندها في الكيموثيرابي يعني برودكت لما ياخذ وان تاب يقول البرودكت دي فانت بتوقف الفيروس من البايندينج الى الريبليكيشن. ففي انهيبيتر حاليا ما مستخدمين انتيبودي لكن مستخدمين انهيبيتر لكن انتيبوديز ممكن يشتغل برضه يكون فعال اكيد هي نفس الفكره بس في اختلاف انك انت بتستخدم مولكيول تو انهيبيت هنا بتستخدم مثلا انتيبوديز منتج اجينس السي سي ار 5 فهي ممكن. ده كان آخر اختار خلاص تاني ما في أسئلة وما حقاطعكم ممكن تنهوا الويبينار بعد ده. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لكم. عفوا. طيب قبل ما نختم يعني خليني أشكرك تاني دكتور أشرف على الزمن وعلى المحاضرة القيمة والبرزنتيشن المفيد والممتع يعني وزي ما قلت لك عمل كان بير انتراكتيف يعني ده واحد من انجح السيمينارات بتاعتنا واتمنى انه كل السودانيين يعني الكفاءات زي كده يقوموا يتبرعوا بزمنه انه يقدموا للناس في المجموعه ونحن حنحاول ما امكن يعني في الفتره الجايه نخلي غالبيه الناس اللي بيقدموا في السيمينارات دي يكونوا سودانيين برضو زي ما انت قلت حاجز اللغه ممكن يلعب دور يعني في انه يخلي السيمينار مور انتراكتيف يعني غير كده يعني السودانيين بيكون فاهمين متطلبات الناس التانيين ومراعين لاحتياجاتهم شنو كده يعني حتى في المواضيع اللي بيختاروها واللي بيقدموها يعني فزي ما بقول من هذا المنطلق انا اتمنى وناشد يعني كل الناس التانيين اللي عندهم يعني خبره في اي موضوع بيفتكروا انه ممكن مفيد للناس خصوصا انه الجروب بتاعنا جروب كبير جدا يعني في اكثر من 450 الف ممبر يعني فأنا متأكد يعني فيهم ناس من مختلف المجالات من مختلف التخصصات فأتمنى إنه يتواصلوا معنا ويعني وما يترددوا في إنه يقدموا أي حاجة دارين يقدموا أو أي مقترح دارين يقترحوه يعني. في الختام خلينا أقول يعني حنبنيه بنحلم به يوماتي وطن شامخ وطن عاتي وطن خير ديمقراطي
شكرا تاني لكم كلكم وللحضور بتاعنا، وفي أمان الله. مع السلامة.